السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ان الرجال في الجنة اكثر من نساء الدنيا، فنساء الجنة ينقسمن الى قسمين، حوريات ونساء دنيا. إذا اجتمعنا سمينا نساء الجنة، وأما إذا افترقن فهناك حوريات وهناك نساء دنيا. فالرجال في الجنة أكثر من نساء الدنيا في الجنة، فنساء الدنيا قليل منهن من يدخل الجنة وكثير منهن من يدخل النار. ذلك أن النساء هن أكثر غفلة من الرجال، وأقل صبرا على الشهوات، وأضعف عزيمة عند الشبهات. ولذا نرى ونشاهد من نساء هذا اليوم من تعرف أن من أعظم أسباب دخول النار اللعن وكفران العشير، ومع ذلك نرى الكثيرات بل ممن ينتمين إلى الصالحات من يفعلن ذلك، من يفعلن ذلك، فيكفرن العشير ويلعن وهن يحفظن الحديث. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نرى الكثير من نساء اليوم يعلمن أن النمص كبيرة، وأن النامصة والمتنمصة ملعونة مطرودة من رحمة الله، ومع ذلك يفعلنه ولا يبالين. نرى من النساء من تعلم أن من أعظم أسباب دخول النار لبس العار وإظهار العورة، ومع ذلك أسألكن أنا يا نساء، ماذا يحصل في تجمعات النساء في الأعراس، في الأعياد، في المناسبات؟ ماذا ترين؟ ماذا تشاهدن؟ وخذوا من الأمثلة على ذلك يا مؤمنون ويا مؤمنات، ما لو ذكرنا نصفها لطال المقام بنا. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وفي رواية فيها ضعف عند الإمام أحمد: فأما النساء فألهاهن الأحمران الذهب والحرير. وجاء عند مسلم أيضا من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أقل ساكن الجنة النساء. وبعد هذا ما عساك فاعلة يا أمة الله؟ أتراك تتنافسين على الجنة وما فيها، أم أنك تتكاسلين وعن الطاعات تغفلين وفي المنكرات تقعين فتكونين من أقل ساكنيها؟ معشر النساء، ما أسهل الجنة لكن؟ أربعة أشياء لو فعلتنها دخلتن الجنة من أي أبواب الجنة شئتن. ففي الحديث الحسن الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. حق لكن يا نساء، حق لكن والله يا نساء أن ترقص قلوبكن فرحا بهذا الحديث. أيها النساء، تسابقن في الخيرات، تنافسن في الطاعات، وتذكرن قول الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل في علاه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا لما نقول من العاملين، واجعلنا لما نعمل من المخلصين، واجعلنا فيما نخلص من المخلصين برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الجنة وما فيها، اللهم ارزقنا الجنة وما فيها، اللهم ارزقنا الجنة وما فيها. اللهم اجعلنا من أكثر ساكنيها، اللهم اجعلنا من أكثر ساكنيها. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا،
اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم وارحمهما كما خافوا علينا كبارا، اللهم اغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات ولجميع من أمن يا رب العالمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.